بعد صورته الصادمة مش هتصدقوا ايه هو مرض الفنان ايمان البحر درويش. حالة صدمة كبيرة قوي عاشها الجمهور والوسط الفني الساعات اللي فاتت بعد ما نشرت امنية ابنة نقيب الموسيقيين السابق ايمان البحر درويش صورة لوالدها وهو على فراش المرض، وكتبت عليها سيشهد التاريخ ان ده بقى ايمان البحر درويش. وظهر ايمان البحر درويش في الصورة على فراش المرض بملامح مختلفة تماما عن اخر مرة ظهر فيها، وده اللي خلى البعض يقول لا 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 اكيد مش هو، دي اكيد صورة متفبركة، حد يقول لنا يا جماعة ايه اللي حصل له. لانه في الصورة دي كان شعر راسه كله متساقط ووزنه في حالة يرثى لها، وطبعا الصورة دي لفت السوشيال ميديا كلها وخلت الكل يسأل هو ماله، هو عنده ايه، هو مريض بايه، حد يطمننا يا جماعة. والبعض الاخر هاجم بنته وقال انها ازاي تنزل صورة زي دي لوالدها في وضع صحي صعب كده، بس اكيد هي ما نزلتش الصورة دي غير لما وصلت لمرحلة صعبة وما بقتش قادرة على علاجه. والبعض الاخر طالب نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بانه يتواصل مع اسرة فنان ايمان البحر درويش. وطبعا اللي ما تعرفهوش ان الفنان ايمان البحر درويش كان بيعاني من جلطة في المخ وغيبوبة كاملة، وده اللي كشفته الاعلامية مفيدة شيحة، وطلبت وزير الصحة بضرورة التدخل ونقله لاحد المستشفيات علشان يتلقى فيها العلاج. وبعدها للأسف دخل ايمان البحر درويش في حالة اكتئاب حاد ادت لتدهور حالته النفسية وكمان الصحية واصابته بضعف المناعة الحاد وامراض جسدية كتير، ويقال ان هو مريض بورم خبيث. وطبعا هتسأله وتقوله هو ايه اللي جابله الاكتئاب الحاد ده، ايه السبب في كده؟ لا، ان كان على السبب في الاسباب كتير، اولها هي ان الفنانين اهملوه ما بقاش حد يتواصل معاه او يزوره، والسبب الاكبر بقى هي حادثة ابنه اللي كانت من كام شهر وكان سايق فيها على طريق اسكندرية وهو سكران مش حاسس بأي حاجة خالص، وخبط عربية تانية على الطريق وكان للأسف فيها أسرة كاملة، ونتج عن الحادثة دي وفاة طفل من الأسرة. والنهاردة صدر حكم ضده بالسجن المشدد 3 سنين وتغريمه 50,000 جنيه. والحاجة بقى اللي بتفرح في الموضوع ده هو ان شركة المتحدة اصدرت من شوية قرار وقالت فيه ان هي هتتكفل بمصاريف علاج الفنان ايمان البحر درويش تقديرا لموهبته ومشواره الفني المميز، وان هي تواصلت مع اسرته علشان تبحث موقفه الصحي على وجه الدقة تمهيدا لتوفير افضل السبل لعلاجه. وده على عكس الموقف الكوميدي للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية اللي كل اللي عمله انه هو بعت رسالة بس لبنته على الماسنجر يقول لها انا عايز رقم والدك او رقم حد من الاسرة، على اساس يعني انه هو معهوش رقم نقيب المهن الموسيقية السابق اللي كان قبله ايمان البحر درويش. وفي وقت سابق كان الفنان ايمان البحر درويش حب يطمن جمهوره بعد ما انتشرت كل الاخبار دي، وطلع في مكالمة هاتفية لبرنامج تقدر اللي بيقدمه الاعلامي محمد الغيدي وقال لهم اطمنوا انا بخير وبخضع لعلاج طبيعي وبعد فترة العلاج ما تنتهي ان شاء الله هظهر لكم. ولحد دلوقتي احنا مش معرفين هو مصاب بايه او ايه اللي وصله للحالة الصحية الصعبة دي، وبنتمنى له الشفاء العاجل.